موعدنا اخواننا وشعبنا بوعد هو اعتماد معيشتكم وحاجتكم ورفاهيتكم ورقيكم. الله سبحانه وتعالى أخذ بأيدينا وأروانا طريق الصحيح، وأصبحنا قادرين أن نغير الصحراء إلى جنان، وأصبحنا قادرين أن نغير معيشة الإنسان من المعيشة الناقصة إلى المعيشة الراقية. وبدأ الاتحاد ينشر ثمراته، وبدأوا الناس يذوقون منه الذوق الطيب ويرون منه الرؤية الطيبة اللي تعطيهم أمل، وراوا فيها ما يسر الخاطر وما يدر على صاحبه بالخير. الله اليوم من مساندة أشقانا أصبحنا أثرياء في كل ما نحن نحتاجه في السابق. نحن معكم ما بنختلف أبدا، بنجر بعضنا بعض وبنستعين ببعضنا بعض على كل ما هو يفيد المواطن وأجيالنا ووطننا ويرفع مستوانا. سنبقى مستمرين مجتهدين في كل ما هو يسعدنا جميع، نحن وأخواننا وأبنانا، ويبني كذلك مستوانا، ويبقى بنانا هذا هو طريقة في قوة وفي استهار وفي تقدم. المصير واحد، والحرص واحد، والمصلحة واحدة، والسعادة وحدها.